هي في الواقع كل شيء ممكن، لأن المجرة كما تعلمون احنا رانا نسجل الموجات بعد ما جازت مثلا على أوروبا، لأن احتمال بأن بالنسبة للسلالات هذه المتحورة على حسب الخطورة نتاعها وعلى حسب الانتشار تاعها. إذا الموجة الرابعة تكون ممكنة إذا كانت سلالة جديدة راهي انتشرت في بعض الدول خاصة أمريكا أو أوروبية، لأن بعد فترة ترجع إلى الدول الأخرى. إذا المعروف بأن التصدي في هذه الموجات المتتالية، خاصة بأن الجزائر عندها فرصة بأن وجود لقاحات وإنتاج لقاح محليا، بأن نتلقح جماعيا مهما يكون الأمر باش نتصدى إلى جميع هذه الموجة الرابعة أو موجات أخرى. هي يعني في الحقيقة أولا المبدأ بأن يكون كثرة كثرة يعني عدد كبير من المواطنين يتلقحوا في ظرف واحد قصير، بأن اللي نشكل حاجز بالنسبة للتنقل تاع الفيروس، سواء في هذا السلالة هذه فاريان دلتا أو الموجات الأخرى. عندما نستقبل مثلا موجة في العالم نكون متهيئين جماعيا أكثر عدد ممكن من المواطنين متلقحين بالجرعة الاثنين، لأن اللي يتلقح بجرعتين عنده فرصة كبيرة باش يتصدى إلى الوباء.